السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف ما كتشوفوا هنا العملية ديال الجارديناج انطلقات، دابا كينقيو الدنيا هنايا وكيرتبوا الامور مزيان. عندنا العمارة 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 وقيس على ذلك. وانت طاير هنا في هذه الزاوية بغينا ندير لكم واحد الجولة هنا الجهة الجنوبية راكم شفتوها، وهنا الجهة الشمالية للتذكير فقط. راه هاد البليصة هادي اللي كيقادو هنا غيكون عندنا واحد الفضاء خاص بالوليدات هنايا، وكذلك ومثال لواحد المكان هنايا. اجيو نشوفوه، خليكم معنا، الله يسخر الامور يا ربي. هانتوما هنا غيكون عندنا واحد الفضاء خاص بالوليدات فهاد البليصة بالذات، وعندنا واحد الملعب ديال القرب كذلك. هانتوما كتشوفوا الامور كيفاش غادية. فمن المنتظر ومن المحتمل انه الترحيل ديال قاطيني دور الصفيح مدينة تمارة والقضاء نهائيا على دور الصفيح بترابع مالة صخرة تمارة، غادي ننطلق من جديد مباشرة ورا العيد ان شاء الله. الله يسخر الامور يا ربي. انا السيكتور 4، انتوما كتشوفوا الامور كيفاش ولات هنايا. اللهم يسر. هنا كما كتشوفوا عندنا جريدات عاوتاني هنايا، عندنا مجموعه من الامور اللي هي ايجابيه. طلبوا ربي تيسر الامور والله يسخر يا ربي للجميع. هنا السيكتور 4 اللي جا هنا في الخلف ديال هاد العمارات كاين السيكتور 5، وفي هذا الاتجاه الاخر من هنايا عندنا السيكتور 3. من ورا هادو عندنا في الخلف تما السيكتور 3. فكما كتشوفوا الدنيا راها مشمشه، هانتوما الصورة غنية عن كل تعليق. الدنيا راها مشمشة، واللي ما ضرباش فيه الشمس دابا عنده واحد الساعة ديال الوقت حتى هو غادي يضرب فيه الشمس. هاهي فين وصلت هنا، والساعة تشير تقريبا لواحدة وعشر دقائق. يعني كتشوفوا الحمد لله الأمور راه غادا، والآليات هنايا تبارك الله سوس ماجد صراحة أشغال على قدم وساق. الله يسخر الأمور يا ربي، والله يكمل كل شيء بخير، الله يكمل كل شيء بخير. أكيد الناس كيتسناو الدور ديالهم، بداو بدوار آل الحارث ودوار بن ناصر وسيدي محمد الشريف وولاد نطاع الغربية. أكيد جاي الدور على مجموعة من الدواوير، غادي نواكبوا معاكم إن شاء الله لحظة بلحظة. الله يسخر الأمور يا ربي، واللهم يسر، ونطلبوا الله الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.